يوماتي غلوتي عليك، قصة حياتي ضمنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك، حاسسها بأماني سلامي وضمان كل المعاني الحلوة اللي فيك، حاسسها بأماني سلامي وضمان كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. كيف يمكن لعبارة صغيرة تقولها عاملة في ملجأ في الهند تكون سبب تغيير لحياة مئات الآلاف عبر العالم؟ هذا ما سنشاهده. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء في كل مرة تتواصلوا معنا أحبائي المشاهدين، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة، اعمل لايك وراسلنا، أو عن طريق جروب على الفيسبوك أو أيضا اليوتيوب حياتك في قصة، أو عن طريق التويتر. بكل الطرق بيسعدنا تواصلنا معكم أحبائي المشاهدين. قصتنا النهاردة من القصص الجميلة والمؤثرة جدا ليا. قصتنا النهاردة بعنوان ماذا أنت فاعل لها، ماذا أنت تفعل لها. قصة حقيقية بتتكلم عن روبرت بيريس. روبرت بيريس أو يسمى بوب بيريس أو برلين بيلين بيريس، يعني ثلاث أسماء دي سليمة. ولد سنة 1914 ورحل سنة 1978، وهو مؤسس المؤسسة الخيرية الرؤية العالمية World Vision، وهي الآن أكبر المؤسسات المسيحية الخيرية في العالم، وهو أيضا مؤسس هيئة شنطة السامري في عام 1970 اللي حاليا بيرأسها فرانكلين جراهام اللي هو الابن بيلي جريهم المبشر المشهور. قصة تأسيسه لهذه الهيئات لما كان بوب بيريس رئيس منظمة الشبيبة المسيح وقتها على حدود التبت للخدمة، ده كان في أواخر الأربعينات، في ملجأ كان في طفلة يبدو عليها الشقاء والنحافة ومرمية كده على السلم في الملجأ، وسأل عاملة الملجأ قال لها ليه أنت مش مهتمة بهذه الطفلة؟ طبعا الملجأ كان بيقز بأربع أضعاف عدده، مثلا لو عدده 100 كان فيه 400. فبيقول بيريس بيقول للبنت عاملة في الملجأ قال لها ليه مش واخدة بالك من البنت دي؟ فعملت حاجة غريبة جدا، راحت شايلة الطفلة، طفلة نحيفة شقية وحيدة، راحت شايلها كده ومديها له ورمتها عليه. قالت له أنا أعمل لها إيه؟ خد أنت أعمل لها بقى، أنت هتعمل لها إيه؟ وريني بقى شطارتك. وكانت هذه العبارة مؤثرة جدا في بوب بيريس، ورجع إلى أمريكا وبدأ يأسس في رجوعه للعودة للولايات المتحدة الأمريكية منظمة الرؤية العالمية التي ظلت أكثر من 50 عام إلى الآن مسؤولة عن تزويد الملاجئ والعيادات والمستشفيات والبيوت في كل أنحاء العالم بالأموال والعاملين. وصلت ميزانيتها بس في 1970 إلى 68 مليون دولار. وإلى هذا اليوم المنظمات التي أنشأها بوب بيريس نتيجة لهذا الموقف والرؤية التي كلموا فيها الله من خلال ما فعلته هذه الممرضة، مئات الآلاف طوال السنين عبر العالم إلى هذا اليوم بيستفيدوا من رؤية هذا الرجل العظيم. هو عظيم ورؤيته عظيمة لأنه مكتوب بلا رؤية يجمع الشعب أما حافظ الشريعة فطوبى. سأستكمل قصة ماذا أنت فاعل لها أو ماذا أنت فاعل بها بعد ما نستمتع بترنيمة من الروائع مع المرنم الجميل هاني بلدي والعزف الرائع مع بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.
ترتب لي الخير سايبها عليك، وعارف انك لك تدبير بالجالي، ودايما بترتب لي الخير طول السنين، راعي امين طول السنين، راعي امين دايما معين، وعندك حب دي سايبها عليك. كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي ألفها أخونا بشوي ولحنها لينا المرنم الجميل هاني بلدي، اللي رنمها لينا كمان مع العزف الرائع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة اللي بتتكلم أنت في ماذا أنت فاعل لها، وكيف أن بوب بيريس لما كان في ملجأ في الهند وسأل ليه البنت دي مش محدش مهتم بيها، مسكت الممرضة وقالت له خد وريني انت هتعمل لها ايه، قال لا انا هعمل بنعمة الرب، ورجع الولايات المتحدة وكون هذه الارساليات او المنظمات لدعم هؤلاء الفقراء والمرضى، وعلى مستوى العالم قدم الى هذا اليوم من ضمنهم شنطة السامري اللي ايضا بيهتم بها فرانكلين جراهام ابن بيلي جريهم اللي بتشوفوه في افريقيا بالمئات الالاف بيحضروا لهذه الهيئات وبيقدم طعام وبيقدم علاج وبيقدم أيضا كلمة الله رؤية.
انا ممكن انت تروح ماسك الريموت وتقلب ويقول يا عمي بوب بيرس، ومين بوب بيرس ده؟ انا مال، انا عايش في قريه في العراق، ولا في سوريا، ولا في مصر في الصعيد، ولا في الدلتا، ولا يمكن في هاواي، او ممكن في هايتي، ولا في فنزويلا. انا مالي بالكلام ده؟ مالي انا بوب بيرس؟ لا، احنا مالناش دخل بوب بيرس، احنا عايزينك انت وانتي اللي في القرية المصرية يكون عندك رؤية. يعني ايه رؤية؟ يعني ربنا يسقي لك بمجموعة من الناس تخدمهم. مثلا اعرف في منطقة شبرا في القاهرة بعض الاخوات في الكنيسة في شبرا، ربنا يباركهم، بقى عندهم رؤية للخدمة للمرضى. بيروحوا كم مستشفى كده في منطقة شبرا ويصلوا معاهم ويدوهم كتب مقدسة، والمرضى دول أولادهم وبناتهم بيكونوا موجودين مرات، فهم بياخدوا عناوينهم ويعملوا مؤتمرات لأولاد المرضى وبنات المرضى وللمرضى، ولما يخفوا ولما رؤية. ناس تاني بيهتموا بالناس اللي في السجون، ناس تاني بيهتموا بالأطفال، ناس تاني بيهتموا بالمعاقين، ناس تالت بيهتموا، وهكذا رؤية. أعرف أخ بس في مصر ميزانيته كانت حوالي 600,000 جنيه، أخ لا يملك شيء، ميزانية خدمته السنة اللي فاتت 600,000 جنيه مصري علشان يهتم بأنه يوزع بطاطين وبعض الملابس وبعض الكتب للأطفال في القرية المصرية للمساكين. أيوة رؤية. يعني أنا وأنا بكلمك مش أنت تقول إيه اللي بيعم بيرس مين وبتاع مين ورؤية. لا، قال راجل جميل اسمه جون هجاي، أمريكاني معاصر ربنا يديله الصحة، قال هناك أزمة لناس عندهم رؤية في شعب الله، ومش لازم لما أقول رؤية يبقى في ذهنك خادم عظيم يقوم بالرؤية. لا، شابة صغيرة أنت في القرية في العزبة، رؤية للناس الأطفال البسطة دول، رؤية للرجال المسنين الكبار في السن، رؤية الله هيديك الرؤية. أنا بذكرك بالآية اللي مكتوبة في سفر الأمثال اللي بتقول بلا رؤية يجمع الشعب، أمثال 29-18، أما حافظ الشريعة فطوبة. اسمع اسمع العبارة دي، لن تفعل شيئا في نهاية حياتك إن لم تكن أنت قد عرفت ما تريد أن تفعل. يعني لو أنت طالع من البيت وأنت مش عارف رايح فين مش هتروح حتى، أو كده لو أنت مهدف في حياتك. الرسول بولس بدا حياته بيقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الرب اداله رؤية. كانت ماذا رؤية الرسول بولس؟ رؤيته إن يبشر في المناطق التي لم يبشر بها، ثم بشر إلى لا يركون، وفي النهاية قال أكملت السعي. نفس الوضع. أنا هذكرك بثلاثة من اللي كتبوا في الموضوع، وبصلي إن الرب يحول الكلام الكبير ده لحاجة على أرض الواقع في العزبة، في مصر، في سوريا، في فلسطين، في السودان، في أي مكان أنت عايش فيه. كتبوا ما هي الرؤية؟ كتب جون ماكسويل كتابات جميلة عن ما هي الرؤية، وعرف الرؤية. بيقول الرؤية هي استشراق المستقبل، اني انا بفكر من وانا هنا هعمل ايه بعدين في الوقت الحاضر بالاعتماد على الماضي، او حاجات غير مرئيه انا مش شايفها بفكر فيها علشان تبقى موجوده على ارض الواقع، او هي الجسر كوبري اللي بيربط امبارح ببكره، انا عايش ليه. واتكلم على الرؤيه الالهيه جون ماكسويل وقال هي خريطه، يعني ربنا يعمل خريطة جوا ذهنك عايشة ليه. وطبعا هقول لك هتقولي عايش أمجد الله، لا دي مش رؤية، أمجد الله دي حاجة عامة، عايش علشان أقرأ الكتاب المقدس، بركة بس ده بتاكل، مفروض أكل علشان أعمل حاجة، علشان أصلي، الصلاة دي لازم، ده واجب وسلاح علشان أقدر أعمل حاجة. فالرؤية هي خريطة في الذهن، أنا ربنا بعد ما قابلت المسيح وبعد ما خلصت عايزني أعمل إيه. مكونات الرؤية، ركز على المستقبل، بيقول تقود للمستقبل الغير مرئي ليصير مرئي، وهي هبة من الله، يعني بيجي صوت من ربنا ليك في قلبك ولشعب وشخص معين، يعني الرؤية بتاعتي غير بتاعتي غير بتاعت أي حد. وطبعا اتكلم كلام جميل عن ولادة الرؤية هكلمك فيها، وهقول لك كلمة على جون هجاي قاليه برضو، واتكلم كلمة على الراجل المعاصر اللي كتب الحياة المنطلقة نحو الهدف برضو قاليه، وأجمع التلاتة في كلمة واحدة ليا وليك كبسطة في القرية المصرية أو السورية أو عايش في السعودية أو في أي مكان. قال إزاي الرؤية تولد؟ قال زي ما أي طفل بيتولد. جميل جون ماكسويل في اللي قاله، قال في حاجة اسمها فترة اختلاء،
ثم فترة اسمها فترة حمل، ثم فترة الحمل دي بعدها مخاض اللي هي، وبعدين الولادة. قال ايه فترة الاختلاء؟ قال زي بالظبط ما زوج وزوجة بيتجوزوا جديد ويقعدوا مع بعض فترة طويلة، دي فترة الاختلاء. يعني ايه؟ يعني ادخل المخدع وصلي. يا سلام، يعني ادخل اصلي اقول له عايزي؟ ايوه، ادخل يصلي يا بنتي لو انت فعلا بتحب الرب يسوع يديك رؤية الملجأ. انا بعرف قديسات كتير وما كانش عندهم حاجة والرب صنع منهم اعمال عظيمة. ادخل قولي له يا رب انا عايز، انت عايز مني ايه؟ انا قبلتك وعايز اعيش لك، ايه اللي اعمله؟ انا بحضر الكنيسة وده بركة، بس انت عايزني ازاي اكون مؤثر في هذا المجتمع؟ فترة الخلوة ثم الحمل. الحمل بانه يبدأ ربنا يكلمك وحسب المواهب اللي عندك وحسب خدماتك السابقة يقولك يا فلانة انا عايزك تعمل كذا. هتقولي لي وفعلا ربنا بيقول ايوة، بس هتقول لي طب انا ما سمعتش. ما انت ما سمعتش علشان ما قعدتش. فترة خلوة كويسة وراها فترة حمل، تيجي الفكرة، والفكرة زي حبة حنطة كده بتكبر تكبر تكبر. ثم في فترة الحمل، خلي بالك فترة الحمل بتغير لما الطفل يكون في أحشاء أمه بيغير ملامح الأم، وهذا ما يتم في الرؤية. لما الرب يديني رؤية ببدأ أنا أتغير علشان أكون، طبعا هناك في النسبة للأم في هرمونات وكده، فترة الرؤية بتغير أنا علشان أبقى مناسب، زي الأم بتتغير علشان هترضع الولد بتغير أنا لتأجل تحقيق هذه الرؤية. يا سلام، أنا من خلال هذه الحلقة شايف ناس هيصلوا في اسم الرب يسوع المسيح وهيقولوا يا رب أنا عايز يكون عندي رؤية مش حياتي بلا هدف. في فترة الحمل بتغير ويبدأ الرؤية، ثم تأتي المخاض. المخاض هي أصعب فترة، بعد ما ربنا يقولك على حاجة معينة ما تقولش لحد بسرعة، أصبر وصوم وصلي. وتأتي فترة المخاطة تتعرض دايما دايما دايما، جون ماكسويل وكل، وأنا اختبرت هذا وكثيرين اختبروا كده، تعرض لهجوم شيطان. الشيطان يقول لك يا عم دي ولا رؤية ولا حاجة ولا ربنا عايز منك حاجة. فترة المخاض ثم الولادة تبدأ الرؤية تكون على أرض الواقع. بعد كده لما تكون هذه الرؤية الإلهية من عند الرب نفذها، كن نشطا وابدأ بالطاعة، اخبر فريق معاك وقدم الرؤية الآخرين. ده باختصار شديد كلام عن الرؤية جون ماكسويل، وأنا أتمنى أنك أنت تقرأ. هقول لك حاجة، التاني اللي هو جون هاجاي قال تبقى سمارت، وخد من كل حرف حاجة سبيسيفيك يعني محددة، يعني تقول أنا هخدم مين بالظبط. ثم ام مجربل يعني مقننة، امتى وفين وليه. ثم التانية بالمناسبة، يعني انا مثلا لو قلت هبقى مرنم ما ينفعش، صوته ما ينفعش، وهكذا هشتغل على الكمبيوتر. طب افرض واحد ما يعرفش كمبيوتر، تكون مناسبة لحياتك وحياتك وبلدك. ثم رياليستيك، في ناس بتقول ايه انا هلف حوالين الاهرامات ما اعرفش عشان تقع. تقع ليه يا عم؟ ما بركة الاهرامات. فخليها رياليستيك حاجة حقيقية ثم تنجب الملموسة. لكن ريك وارن قال حاجة تاني، قال تبقى شيب، وخد كل حرف. أول حاجة spiritual gift، المواهب الروحية اللي عندك، ثم القلب heart، قلبك على إيه، ثم ability قدراتك بتزيد يوم بعد يوم، ثم بي personality الشخصية بتاعتك. هل يعني طبعا لما واحد يبقى حنين أكيد ربنا يقوده لخدمة مع الناس الأطفال وهكذا. ثم الاختبار الاكسبيرينس، يوم بعد يوم الأمور بتزيد. أصلي من كل قلبي يا رب الحلقة دي ما تمرش هوا، على الأقل يا أخي أو يا أختي قول يا رب ماذا تريد أن أفعل، عايز مني إيه. ولما يرشدك ويكون عندك رؤية تحبل بيها والرؤية تتولد والله يعمل بيك في بلدك في منطقتك ثم في العالم كله عمل عظيم. أتركك في رؤية إلهية إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.